المدام واجهة مع واجهة الجندوبي. أهلا وسهلا بكم من جديد في المدام وجيها. توا العشرة وسبعة دقائق توا وقيت لزونت بوزيتيف وقيت الكلام الحلو وقيت الأبراج المزيانة وقيت ليلي بونجور ليلي نهارك مبروك نهارك أسعد ليام يعيشك يفضلك ميسالش نعطي سؤال السونداج وتجاوبني عليكم دابيتود أنت خاطر ياسر نحب نسمع إجاباتك كيسر تقنعني به سؤال يقول ليلي صحيح أنه بعد العرس تكتشف لي ديفو نتاع البارتنير نتاعك صحيح ولا لا صحيح بعد العرس تفيق على علاش خاطر على الاول ما هو يحضر فيك يوريك كان الوجه الحلو الحقيقه تعرفها من بعد فوالا في الموقف. الصدمه بعد جي الصدمه وبرشا المشكل تقول لك بعد كان يهبل ومحلي ومتعلية عرسنا تقلب يا بنتي ما تقلبش هذاك هو اما بالمعاشره هي اللي توريك الحقيقه دونك صحيح فوالا نظريتك معايا انت ولا انا معاك على الاخر عاد يعجبكش عاد كان مش احنا فاهمين نخليكم مع ليلي في استخو ليلي يفهم استخو ليلي نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد الايام بدايه اسبوع موافقه للناس كل المستمعين بتاعنا الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا ان شاء الله اليوم نهار ايجابي في برشا ايجابيات في برشا حاجات حلوه اللي كان نبداو الجمعه مزيان النهار الاول راهو نعديو الجمعه كامله مزيانه ولهذا نتفائلوا خير ان شاء الله نلقاو كان الخير كيف العاده نبداو بالحمل الوديع اللي قلنا له الجمعه هذه جمعه فيها برشا حركه يا حمل فيها شويه ضغوطات فيها شويه هكا شويه هكا كان تتأكد معناها تثبت في الإيجابيات تنجم تتحمل الضغوطات اللي هي حكاية فارغة قدام النتائج اللي تنجم تشوفها دونك بأيامات مزينين كما قلنا البارح خاصة في وسط الجمعة حذر روحك دونك إذا عندك أي حاجة رد بالك تأجلها ولا توخرها ولا تعطلها حتى لو كان كنت معناها ماكش هكا ما عندكش طاقة كبيرة برشا ولا ما عينكش اليوم ولا اللي هو ماذا بيك لا ماذا بيك تكون إيجابي باش نجم توصل تحب عليه أنثى الحمل حضر روحك عندك مفاجأة مزيانة في الجانب العملي وإلا المادي ما نحكيوش على الجانب العاطفي قلت لك باش تعيش مدة رومانسية خارقة للعادة والأيامات اللي جاية توضح برشا حاجات بالنسبة للحمل أثور أثروا بلاي وسعوا بالكم قد ما تنجموا توسعوا بالكم ما نعرفش علاش الأبراج الترابية أثور والعذراء والجدي يحسوا نوعا ما من الضغوطات النفسية بسبب ومن غير سبب ما ينساش احنا نحطوا نسبة معينة على تأثير الطاقس تأثير الطبيعة تأثير الكواكب تأثير شوي من كل شيء روتين كل يوم برش حاجات في الاخر بالكل ايجابيات ممتازة خاصة عمليا باش تحس بتألق باش تحس بنجاحات اي سورتو اللي داخل على بروجي وإلا يستنى في حاجة هامة في الجانب العملي والمادي دونك انتبه يا ثور وما تضيعش الفرص المزيانة وتجنب شوية التوتر والانتفاع خاصة كان قلت روحك في موقف انثى الثور انتبه انت زادة ما تخليش الحاجة الحلوة تتعدى مرور الكرامة استقرار عاطفي خرق للعادة وقول استقرار عاطفي معناها حتى كان فما غبطي وإلا قلق وإلا سوء فهم وإلا وضعية معناها ما هيش واضحة خلي ليمات اللي جاي باش توضح برشا حاجات أحلوة بالنسبة للثور الجوزاء الجوزاء اللي هم من الأبراج الهوائية من الابراج اللي نقول لك ليمات هذه كل في اتونسيون ما تخليش كون نحط لك على الصف العجله انتبه قدر المستطاع ما تعطيش الفرصه لغيرك قاوم معناها حاول تكون معناها جدي وحاول تشوف الاوضاع معناها من الزوايا الكل 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 باش ما تضيعش الوقت اللي انت عملت فيه مجهود كبير برشا الحظ معاك وين ما تمشي مهما كان الضغوطات عندك ايجابيات خارقه العاده عندك حوار والى موقف اللي باش تخرج منه وبنتيجه ممتازه دونك انطلق يا جوزاء من غير تردد ما تنساش الليمات اللي تعديت كنت عندك شحنه مزيانه وعندك مسانده كوكبيه خارقه العاده حتى اللي يصير العكس نتاع الواقع اللي يصير اتاكد المده اللي من بعدها باش يصير معناها العكس نتاع الفتره اللي فيها نوعا ما من الصعوبات والا اخذ القرارات انثى الجوزاء استقرار كلي حب كبير اخذ قرار خاصه فريده كبيره برشا في الجانب المادي يعني اي جوزاء
عنده قلق ماديا اتأكد الفترة اللي جاية فما توسعات ممتازة وخارقة للعادة. السرطان وأخيرا رجعوا خذوا التوازن نتاعهم، لو كان تحافظوا على جانب التوازن وتحاولوا تقدموا ما تتردوش ما تتحطوش في موقف صغير يخليكم تضيعوا المجهود متاع المدة اللي فاتت الكل. دونك واصل وخلي عندك ثقة في ربي بيان سور قبل كل شيء، والثقة في نفسك، وتجنب الخوف والتهلويس والجزر والمد وكل الإحباط وكل الحاجات اللي أنت تعملهم في نفسك من غير سبب. أنت من الأبراج اللي عندهم نجاحات خارقة العادة، خاصة عمليا إذا كان فما نتائج متاع الفترة اللي عدت إن شاء الله تبدأ تشوفها إن شاء الله. من اليوم عندك أخبار مزيانة، عندك زيادة ترخيص يسرحلو، عندك مساندة من الانتغاج متاعك سواء البختنيغ وإلا كوليغ وإلا العائلة. دونك مكنش تحس روحك وحدك يا سرطان، قدم وانطلق من غير خوف ومن غير تردد. أنثى السرطان شوف الأمور معناها بوضوح أكثر، وأعطي لروحك فرصة، ما تتسرعش وما تترجعش، إياك والتسرع وإياك والتراجع، خذ الأمور واحدة واحدة، ما تنساش اللي أنت في مرحلة عبور خارقة للعادة. الأسد اليوم أسد بأتم معنى الكلمة، الأسد اليوم ملك أو ملكة، معناها اليوم نهار سبيسيال، نهار بالحق خارق للعادة بالنسبة البرج الصيد. دونك اللي استنى في حاجة إن شاء الله عنده أخبار مزيانة، اللي ناوي قضية يقصد ربي ما يعطلش، اللي حب يدخل في حوار يخرج منه بنتيجة يحاول معناها تصرف. في العموم يصيد اتفرج تصرف، ما تقعدش تتفرج، ما ضيعش اليوم نهار سبيسيال، مساندة ممتازة من مجموعة كواكب، وانت بيدك بينك وبين نفسك تحس لي انت عندك طاقة مزيانة وتحس عندك هكا إرادة وعزيمة. دونك ما ضيعش الوقت وخذ الأمور بجدية أكثر، وابعد على التفاهات وياك ورد الفعل في الحوارات، وإذا كان لقيت حوار فيه أكثر من ثلاثة ماذا بيك تتجنب الحوارات الحادة وما تعطيش رايك، خليه لنفسك وقدم بطريقتك، معناه يكون إيجويست شوية، حب نفسك، أوزر الوضع بطريقتك أنت الخاصة وقدم بأسلوبك أنت الخاصة. أنثى الأسد من غير اندفاع ونحي الشك ونحي حب السيطرة ونحي الاندفاع اللي نجم يفسد علينا برشا علاقات مزيانة. عندك حظ مزيان على الأخر عمليا، خاصة تألق ممتاز، واللي يستنى في حاجة معناه في الجانب العملي إن شاء الله. عندك أخبار سارة عاطفيا كيف عندك حب كبير، وباش تضيع بين زوز اختيارات يا لبا. واللبا اللي عايشة إحباط خاصة مع البختنير وإلا في العائلة ولا في الفم، قولها وانسي عبالك ميساج، خليك أنت تجاري الأوضاع وخلي ليامات اللي جاية توضح لك برشا حاجات باش تعرف كيفاش تتصرف، معناها ما تزربش الزربة عمرها لك كانت باهية. العذراء اللي أكثر العذراء مقلقين، يا أما ماديا يا أما عمليا، وجزء من العذراء صحيا، نقول أن أنتم حساسين سنسيبل على الأخر، معناها حتى تبدأ حاجة صغيرة تكبروها على رواحكم وتعيشوا ولا الحدث أفون اللي تكون حكاية مش موجودة تولي موجودة، ولهذا ماذا بينا نتجنبوا التشائم والحاجات الخايبة، حتى كنشوفوا حاجة غايبة نحاولوا نتفاداوها ونسيطروا عليها باش ما تأثرش علينا وتعطلنا نفسانيا على حاجات ما أهم. يعني اللي يستنى في حاجة هامة سورتو اللي يستنى دوسي وإلا حاجة في القضاء وإلا فلوس بلوكي وإلا مخشي وإلا سيناتور، إن شاء الله اليوم عندك أخبار سارة وعندك أخذ قرار ممتاز وعندك عرض خرق للعادة عاطفيا، يعني إما استقرار كلي وأحلى فترات معناها بالنسبة للبرج العذراء، وإلا حب يدخل حياتك ليبدل المعطيات الكل. دونك خليك متفائل يا عذراء، وابعد على الشك والتهلويس خاصة ماديا وصحيا، خلي الأمور تمشي بطبيعتها. الميزان اللي قلنا عليهم الأبراج المزيانة، من الأبراج المتألقة، من الأبراج الحلوة اللي معناها خذوا مساندة كبيرة برشا من كوكب الأرض، خذوا مساندة كبيرة برشا من كوكب عطارد. هذوما أياماتك يا ميزان اللي عنده رطار في حاجة إن شاء الله الأيامات الجاية وضح برشا حاجات، اللي ناوي يعمل حاجة ما تبيك ما تأجلهاش ما تأخرهاش، خذ الأمور بالراحة بالسياسة ومشي الوضعية كما أنت تحب، تجنب رأي أي حد، مشي برأيك أنت الخاص وقدم بطريقتك. إن شاء الله اليوم نهار خارق العادة، خاصة من هوني لآخر العشية، أي ميزان يستنى في أي حاجة وإلا ناوي يقصد ربي ما تعطلش ما تأجلش، الحظ معاك وين ما تمشي. أنثى الميزان ابعد شوية على استخاص وعلى الضغوطات، وخذ الأمور معناها بجدية وبالراحة أكثر باش ما تعرفش نفسك وما تعرفش اللي دايرين بيك. عندي مدة وأنا نقولك عندك سخفخيز اللي باش يبدل، معناها بالحق في تجديد كبير برشا في حياة الميزان، امرأة وإلا راجل. العقرب
العقرب أكثر العقرب اللي هم مقلقين من ناحية العملية، يا أما استنوا في خدمة يا أما الخدمة مش هي، يا أما يخدموا في دومين خاطيهم يا أما حاجة كما هكي. قولوا ميساج المهم اللي تحس روحك خرجت من الحلقة المستديرة اللي كنت استنى فيها مدة كبيرة، وعيش التجربة وحاجة ساعات صغيرة تجيب برشا حاجات كبار. مهما كانت وضعيتك يا عقرب أنت من الأبراج المحظوظة، خاصة في أخذ القرارات وحسم الأوضاع، عندك إرادة خارقة للعادة. دونك استغل الفترة ذي، أي حاجة مقلقتك تحب تحسم وضع، تحب تنقل من مرحلة لمرحلة، تحب تسكر ملف وتحل واحد آخر، ما فانس معناها ما تترددش مادام الحظ معاك وتشوف النتائج في المدة هذه اللي احنا فيها. أنثى العقرب حب كبير، خاصة اللي عاشوا فراغ وإلا عاشوا غبتوغ وإلا عاشوا حاجة هكاية، توسعات في الجانب المادي وتخلص من وضع كان مقلق نوعا ما العقرب من لمكسوا مرأة وإلا رجل. نهار اليوم نهار مزيان خاصة آخر العشية يا عقرب. القوس، القوس اللي ديما نقول عليه ملم وعنده الحظ معاه وين ما هو، على خطر عنده ذكاء خارق العادة اللي نجم يجري الأوضاع بطريقته. معناها أي قوس حاليا عايش ضغوطات وإلا عايش وضعية اللي الأمور مش قاعدة تمشي معاه بالطريقة اللي هو يحب تمشي معاه، اتأكد اللي أنت قاعد تمشي بخطوة ثابتة وحاجة مزيانة، وحتى كان صارت طندغي صغيرة وإلا بوس صغيرة سيغيان دوتو بالنسبة للي جاي وبالنسبة للي أنت تستنى فيه. دونك خليك كما أنت وحافظ على جانب الهدوء، أكل الاندفاع، ماذا بيك ليه باش مبلبزوش على رويحنا برشا حاجة تحلوة، وماذا بيك الحوار، ما تظلمش روحك، ما تظلمش البارتنير نتاعك، إلا عندك أي شك عندك أي قلق وضح الأمور وما تعيشش الإحباط الداخلي اللي نجم يفرعس برشا حاجات اللي معناه يكون أنا سبب في تعطيله إلا في تأخير ولا تعجيل. ماذا بينا ناخذ الأمور بوضوح أكثر. أنثى القوس خليك عقلانية وخليك مزينة وخليك كما أنت وخلي عندك الحوار، وإلا تحس روحك مغشى على الآخر وحكاية ما تسكتش عليها تنجم تتصرف ما بطريقة مزينة وطريقة دبلوماسية. المهم نحسوا القوس كانوا في مرحلة متاع تصفية تغربية، معناها فما حاجات باش يقعدوا يواصلوا اللي فيهم نجاحات، وفما التفاهات اللي كانت مقلقة وإلا ما عاد باش يتخلصوا منها. مادام فما الإرادة ذي ومادام فما المساندة الحلوة من الكواكب دونك فونس، ما تعطلش ما تأجلش ما تأخرش، خذ الأمور كيف ما هي. الجدي، الجدي اللي قلنا عليهم معناها خذوا ايامات محليهم محليهم الثقه في النفس وكالعزيمه وحسوا الامور بدات تتيسر معاهم بالطريقه اللي يحبوا، وبعد عملوا هكا بوز صغيره مع روحهم وحدهم مع من غير حد. مش بنش نقولوا احنا على الكاركتير الكل، نجم نقولوا على الوضع على الظرف على الطقس على الكواكب على برشا حاجات عندها تاثير اونتخ بخلاف معناها حياتنا اليوميه. دونك حافظ على جانب التفاؤل يا جدي، واياك والتردد خاصة في القرارات اللي انت خذيتهم وإلا مشيت فيهم خطوات، واصل الاخر قريب توصل لمرحلة النتائج، يعني مرحلة الحصاد متاع المجهود اللي تعدى في الفترة اللي اتعدت. فلوس غير منتظرة بالنسبة للجدي بخلاف اللي انت تستنى فيه، عندك انسوم دغجان ماكش تستنى فيها، جاي قريب اللي باش تحس بالحق التعب عمره اللي كان في ضايع، واللي الباساج اللي تعديت بيعملت فيه مجهود كبير برشا ما كانش ضايع، كان في محله كان في بقعته، وخلي الوقت يثبت لك مجهودك اللي عملته في المدة اللي اتعدت. أنثى الجدي خليك متفهمة ونحي صحت الراس ونحي العناد، وأعطي روحك الفرصة وعيش التجربة المزينة اللي تنجم تستمد منها برشا حاجات للأيامات اللي جاية. دونك كونكلوزيون خليكم متفائلين. الدلو من غير تسرع ومن غير إحباط، نعرفوا الدلو من الإكستريم الإكستريم، يا إما مزروبين ويحكيوا في المواضيع الكل، يا إما سكتوا مين ويتصرفوا ديما نقول سيلونسيو فيبغار حاجة كيما هكا. دونك خليك كما انت يا دلو واصل واصل، معناها ايش نقول لك، اذا كان حاجه اليوم مستنى با مارشي ولا فيها شويه بلوكاج ولا حاجه مش واضحه ما يسالش، كمل باش انت تنجم توضح الامور باش تعرف تاخذ القرار باش تعرف تتصرف باش تعرف توصل اللي انت تحب توصله. ما تخليوش بوان صغيره هكا فيها مثلا سوء فهم ولا تعطيل ولا غوتار نوقفوا بها المجهود اللي صار الكل. ما نوصلوش للحاجه بالسهل كما احنا نحبوا، يلزم شويه مجهود، يلزم شويه تعب، يلزم شويه منه شويه مغادي. هو الشغم تاع النجاحات اللي تشوفهم من بعد، اللي عنده دوسي قضائي بلوكي كالكوبا خاصة وراه فلوس ولا اغتاج ولا امبيان، ان شاء الله ليمة ذي عندك اخبار سارة. انثى الدلو باش تدخل على مرحلة الاستقرار الكلي ماديا عمليا اي سخطو عاطفيا، حب كبير حب مزين نعطيك شحنة متاع ارادة خارقة العادة اللي تخليك تواصل بالطريقة اللي انت تحب تواصل بها.
كيف ما العادة نكملوا بالحوت اللي هما من الأبراج المائية، بدخلوا في الفترة المزيانة من نواحي الكل، يعني أي حوت عنده أي حاجة ماذا به ما يترددش، وتبعدوا شوية على الشك والاندفاع، وما تتأثرش بالكلام اللي دايرين بيك، امشي بطريقتك أنت الخاصة وخذ الأمور بجدية أكثر، وخاصة أنثى الحوت الشك والتهلويس والغيرة المفرطة وكل تفركيس في التفاهات وراح كتفغى ماذا بيك، لا ما تضيعش على روحك حاجة حلوة. خذ حتى كان عندك حاجة مقلقتك خذ وقتك وتأكد منها باش كي تتصرف تعرف تتصرف، ما تزربش وبعد تقعد تقول يا ليتني ماذا بينا. لا إذا كانت تحس اللي فما معناها أكسي هكا كبير شوية، وإلا فما تحس نوع من الاجيتاسيون بينك وبين نفسك ومزروب شوية، ماذا بيك تسيطر عليها البوان هذيك سختو ليامات هذية، إذا كان أنت باش تتنقل من المرحلة لمرحلة، ولكن أنت تستنى في حاجة مزينة ما تضيعش الفرصة على روح، خليك متفائل خليك متوازن يا حوت، واستقبل المفاجآت المزينة اللي فيهم بالحق خطوات إيجابية اللي باش تخليك تنطلق أكثر وأكثر وتوسعات من نواحي الكل. لما أقول لك أنثى الحوت خليك متوازنة من غير اندفاع، لما أقوله في الأول وفي الآخر نتفائلوا خير نلقاو كان خير، شنهاركم أسعد الأيام، خليكم على المدام. إيفام أسترو ليلي ثمانية تعليل حاتم بالحاج يحاوت النهار. أي خويا أنا كمواطن زادة ما عنديش الحق نحيلي خطيئة 99%. في ساعة بأسلوبه الخاص في مع حاتم. هذه كلمة تونسية أنا معناها تعجبني برشا، هي التزأبق، هم قاعدين يتزأبقون وهكم تراو معناها فريمون عاصمة التزأبق في العالم هي موجودة في مجلس النواب باردو. إيفام أحلى راديو أحلى ضحكة. إيه على ذكر الخليج، أش قولك في موقف تونس؟ هاي لا ما فهمتنيش. لا فهمتك. شنية كلمة يا قطلي دالجة هلا يمان؟ هلا يمان دالجة هاي بالك هذيك عمتح ديكو وايد وما بمتح هاي. انتم تسمعوا في المدام واجهة مع واجهة الجندوبي على إيفام أحلى راديو. رجعنا لكم في المدام وجيه العشرة وأربع وعشرين دقيقة. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بالناس اللي التحقوا بينا توا توا توا، أهلا وسهلا بكم، يفرحنا وجودكم معنا. أيوي. وخلطوا على بونجور، خلطوا على وقت البوا مارشي. أساسوات الله أعلم بها، وين الناس كل يسألوني يقولوا لي شبيها ما هيش متأكدة، مرة تقول لي أنا ماشي البلاصة بعد تمشي بلاصة أخرى. وين زعم اليوم؟ انا مخ كل عاده نعمل قهوه الصبيح، دونك قالت لي ماشي المرشي حي التحرير كان بدلت الوجهه. راني انا ما عندي حتى دخ سينو، انا نعرف ليه في مرشي حي التحرير وجوج اسمع سهسه وينك. بونجور بونجور، شنو حوالك؟ لا باش علاش هكا؟ اخويا الكبير مش مركز معايا، فهل انا صحيح قلت حي ما قلتش حي تحرير؟ حي على الواحد. اوكي اسمعني، ما بدي احكي مع كيسر الصباح. بالنسبه للتصويره يا ساسوها، صباح الورد. صباح النور داني. ساسوش بيك حطيت لنا تصويرة متحلفة فينا مدركي فيه. ساسا قلنا اللي انت مكش في المرش مشيت تعمل في دور. انت وين انت؟ انا في مرشي حي تحرير. لا انا باش نموت هنا اقسم بالله العظيم بالسيروم باش نبدا معاه، ما عادش ما خليتش فيها عرس صحيح. عادي موزيكا كوجا كهاو يزي في الف مباركه يزي كفانا كفانا كفانا. شربت قهوتك حي الانطلاق. حي الانطلاق، حي الانطلاق، حي التحرير، حي الانطلاق. كيك نبداو ضايعين معاها. ايوه بركلا، فما حركة ما فماش برشا نصابة كل عادة، ما هو نهار الاثنين ما يبداش فما برشا. هاي وقالوا لي ينصبوا شرم ينصبوا برا معناتها وما ينصبوش في المرشي،
بلايس كانوا ينجموا ينصبوا الخزانه لهنا في وسط المرشي. شفت انت فما بلايس قايد ما كنت الزعيمه نتاع المرشيات. وزيرة مازلنا ما شفناش على السكايب، ما نعرفش عليك وينك. صديقتي ايمان شوفوا معاها. صديقتك ايمان، ايمان ورينا شويه على شختي شويه تصاور، خب شوفوا شويه غله شويه خضره شويه فازيت. اي دونك ما فماش برشا حركه دونك. شنو ما فماش برشا حركه كيما قلت لك، فما الانتساب الفوضوي خلينا نقولوا البرا برشا في حاله في السياسه الانتساب الفوضوي واحد. ايوا دونك نبداو نعطيو في الاسوام. مرحبا انا والله هذاك علاش كلمتك معناها مش على حاجه اخرى، في بالي باش تعطيني الاسوام. كان ما فماش ما نساش تنعلق على روحي ونحترم نفسي، ما عادش نطلبك. لا لا فما الخير والبركه. عندنا الفلفل المسكي 13 وين هذا؟ حال انطلاقة؟ اي بي سومي هبل. عندنا الطماطم 600 جيب بس طماطم شوية اليوم. صحيت جيب الكوزة قال جيب 5 كيلو يا ود. تحية الكوزة بالله. ما يحبش يسلم عليك. لا يحبني كل. لا عاد يحبني يعمل لي من بعيد ليه بصبعه هك. نكذب انا نوصل في المساج. والله عندنا البطاطا من 600 دينار متخير وقتها. عندنا صحيح المقلي كذب به. والله به. القرع 800 فرنك الكيلو. الاخضر ولا الاحمر؟ القرع الاحمر. اي 800 الكيلو. عندنا البصل بدينار. اي والجمجمه 600 فرنك. ليه؟ والله الرخص والبشاش اقسم بالله. سكايب اقعدوا تعاركوا ليوني عندك الوعده بالذبذبات، تعملوا عركه بالذبذبات. ذبذبات عركه بالذبذبات. اي نكمل لكم الاسواق. كمل اي حمراء 3500 باقي مازلت شاده. جبينه 3500 كيف كيف غالي. عندنا الخش نقاوه 800 كعبه. به برافو الخس. برافو للخاص. سلق والمعدنوس 400. أيوة. عنا لنمشي ونعملو طلع على الغلة من الطاو الرمين 12 به. الطمطم 14 به. الحلو 16 جنيه. شكونو الحلو يا حلو؟ البرتقال الحلو. إي قول برتقال حلو. أيوة. عنا المدالينا ب 18 جنيه. شنوة بالقلوب ولا بلاش؟ شنوة. باهين الاسوان بالنسبة لل خارقة العاد. باهين على الاخر. اي تو انا وحدي ما كنتش معايا باش نمشي نعمل طلع على الحوك. باهي مش معناه نقولك بسلام ولا فهمتش انت وحدك واحنا مانيش معاك؟ لا ما كنتش باش تشوفوا معايا هذاك عليك. ما يسالش من بعد انت صور لنا الدنيا الكل واحنا تو نعديو على الباج اي اف ام تي في. عمل الغزال 7600. الله الله الغزال التريلي 5800. باه وصف لنا عاد شويه بما انك انت عندك بان في تليفونك. وصف لنا التريلي متوسطه كبيره كم مونش تو باهي معناها بالنسبه للتريلي المتوسطه. متوسطه باهي مش خايبه. الغزال باهي زاده تبارك الله. باهي السردينه 3000 خاص نزل نفس تشري سردينه 7 سردينه 3000 سردينه كبيره بربي ولا تشرى السردينه الايامات؟ والله بيا متوسطه اوميغا 3. اي ايوه قال لي هذيك سردينه جبسيه. باهي عنا الخليج من الخليج جبس. اي عنا البوري 5800. باهي الورقه والقاروس نقاوم نفس السوم 13 و 600. ما ذاك هو السوم ما يتيحش مربي. مربي المرزين 7600 17 دينار 600 17 ولا 7000 مرجين خاطر فرحت ان شاء الله عملت بلونجون خليت الحصه ومشيت 7600. الله الله جيب شوي كوجه طيبه المدام والمزيد نعملوا باربيكيو داكو كوجه قال باش نعمل باربيكيو في بير المودي. انا كعبة الطم لهنا ب 3000. كعبة الطم ب 3000. اي كعبة الطم ب 3000. باهي.
والشلبه قال قبيله 35 دينار. شلبه 35 ما دزوناش شلبه 35 ياسر شلبه ياسر شلبه. يعطيك الصحه انت بيدك دار فيك ماكله الشلبه اليوم، امورك مشموش بالكل، ماناش فاهمينك، ما تحبش تعطي صوره صحيحه على روحك انت على توازنك وتواجدك. دونك نتقابلوا بعد ما تكمل مارشي جاني طول بالليل ايفا جيب شويه الشلبه، جيب هذاك جيب تليفونك خلينا نفهم شنو جو. نشوف كي انت يا ايمان عندكم خلل دخلت فيه مع واحده فيكم. اوكي ان شاء الله برشا بوسات سهسوهات برشا بوسات. جيب شويه فحم البيرو المدير اي باربيكيو كوجا عنده الحق بما انه الحوت يا كوجا به نعملوا له باربيكيو. اللوطه في البيرو اللوطاني الكبير عنا بيرو يا مستمعين كبير ما في حد شيء فريمون ما في حد شيء قوه بيرو مديره فريمون محلاه مفتوح على الدنيا يهب لذيك نعمل فيه باربيكيو فك التركينه مع تحت الدروج عرفت هذيك تبدا تحت الدروج حاجه ياسر خارقه العاد. هذه كانت معاكم اساس وهيد كانوا معاكم الاسوام الخضره والغلة والحوت مانيش نقول حاجتكم خاطر الحوت حاجه باهيه فاش خام اون بلوس رخيص تنجموا تشريوه وتعملوا برشا جو. انا بحذالي سمعتني انا بحذايا الخيرات تبارك الله ما شاء الله هاكم تشوفوا على اي اف ام تي في بالنسبه للناس اللي تسمع فيه فقط ما تشوف عندي بحذايا ابراج 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 مزينين برج خليفه ثلاثه طبقات طبقه بيضة طبقه خضراء طبقه مايون وكعبات ماتم سوغيز هكاك طايشين وقالوا لي هذايا تجيل انا تجيري ما نحكي لكم جزاك نطيبوا في الدار هكا علو كل شويه بركه وما في الوان لا شيء مستبيض على روحه وفيهوش شويه هكا الحموه. دونك باش نمشيو لكوجينيتنا نشوفوا شنو هي هذه الفاس. درسوف بونجور صافا نهارك زين نهاركم مسعد ليا اهلا صافا بونجور الاولاد صباح الورد درسوف ربي يخليك لينا يا درسوف ابتسامه لهنا لا لا ربي يخليك لينا الابتسامه مربوطه بالعينين ابتسامه تفاؤل هكا يا عيني يا عيني كل نهار اثنين هكا ان شاء الله كنا جاي نبدا ندعي نقول زعما درسوف اش طيبت لنا زعما شنو فطورنا ملح ولا حلو زعما وين احنا وين الو شنو هي تخت كيك كاسكروت طاجين البي طاجين البي البي كان عنده تاي تاي كرسي باي كل شيء البي عنده برشا حاجات عندك فصل الحكايه بتاع غدا اسمع سيد طاجين البي اقرب لنا شوي للميكرو خلينا نسمعوا طاجين البي باهي اللي هو يتكون من الحمى فروم وسبناخ وقوته باهي وهاكا فزدق فوقه درساه أيه من فوق رشا فزدق هيك بالفزدق وفما زوزه زاده اللي بلاش فزدق حطيت كعبه زوزه بعد نحكي لك علاش هذاك ابيض بلاش فزدق ديما بعد انا ما فهمتش عليه الناس هذاك تنقل هذاك للناس اللي عندهم حساسيه على القوطه شنو ينجموا يعملوا الكوش الفوقانيه البيضه معناها باش ما خاطر فما ناس عندها حساسيه على القوطه به به يلا نمشي ونشوفوا المقادير نشوفوا المكونات باهي الطاجين الفزدق البي البي طاجين البي طاجين الفزدق تو نعملوا لك طاجين الفزدق عرفتك اللي شاهي نرمي لها في المعنى من قبيله هي تو نعملوا لك باهي باهي 300 غرام لحم مفروم 300 غرام حم مفروم 400 غرام سبناخ مغسول ومقصوص 400 سبناخ مقصوص ومدفون 7 كعبات عظم 7 كعبات عظم كعبتين بصل متوسطين كعبتي بصل متوسطين 100 غرام جبن مرحي جبن مرحي 250 غرام قوطة 200 غرام قوطة شوية ملح فلفل أكحل ومغارفة قهوة تابل مغارفة قهوة تابل ثلاثة مغارف زيت ثلاثة مغارف زيت ثلاثة مغارف زيت زيتون نتاع ماكلة زيت زيتونة باهي نبداو بالطبقة نتاع اللحم اللي هي الوطنية بالكل هذيك ناخذوا 300 غرام اللحم المفروم ناخذوا قلاية نقص نحطوا فيها الزيت نحطوا نقصوا عليها البصل نقليوا شوية زوز كعبتين صغار لا كعبة واحدة كعب شفت بدلت رايها قال زوز قال زوز قال زوز شوية عاد مش نفهم الأخرى وين ثلاثة طبقات بالطبقة بالطبقة سامحونا تفضلوا نحطوا الزيت في القلاية نقصوا البصلة الأولانية ونحطوا نقليوها شوية ونحطوا فوقها اللحم نحلوه مليح مليح انا فهمتش علاش امانك سامح لي درسا كي نحط اللحم مفروم يتقلى يتلم لي بكل فرد طرف لا لا دوب ما تحطوا انت حلو بالمغرفه اللوح حلو بيه. حلو حلو باهي يولي معناها الكل يمشي مع بعضه من غير ما يتلم ولا باهي ميرسي باهي نحطوا عليهم شويه ملح شويه فلفل اكحل وتابل مغرفه تابل نقليوهم مليح نخليوه حتى لين يشيح من الماء الكل الجمله معناها باهي باهي
خليوه هذاك على جنب، نجيو للسبناخ نغسلوه ونقصوه تريفات، نقصوه تريفات، ناخذوا القلايه نحطوا فيها 10 غرامات زبده نذوبوهم ونقصوا البصله الثانيه جويده. هاي كفلنا ليه وين البصله الثانيه؟ انا ما عندهم وين ضاعت. ولا نعملوه غابي ونحطوا السبناخ، نحطوا شويه ملح وشويه فلفل اكحل ونخليوا السبناخ يتقلى في الواحد هذاك حتى يجيح الماء نتاعو بالكدا، ما خاطر يخرج برشا من السبناخ معناها لازم يشيح بالكدا بالكدا. باهي باهي. الطبقه الفوقانيه هذيك قوطه وابيض عظم. اتون نجيو كيفاش. باهي ناخذوا بلاتو 20/20 نحطوا اللحم هذاك، نحطوا معاه 50 غرام جبن ملح مرحي ونحطوا 3 كعبات عظم وابيض واصفر، ابيض واصفر 3 كعبات عظم وجبن ونخلطوهم مع بعضهم ونفرشوا الطبقه الاولانيه هذيك. باهي باهي. وندخلوها للفور 10 دقائق لين تحس من فوق يبدا يجمد شويه هكاك باش نجم نحط عليه الطبقه الثانيه. باهي. الطبقه الثانيه ناخذوا السبناخ نحطوه في شقاله ونحطوا عليه 50 غرام جبن وعظمه وثلاثة أصفر. استناني عاود لي من السبناخ، طبقة السبناخ نحطوا السبناخ هذاك اللي ذبناه شوية بالزبدة وكل شيء ومروحة وبرد، نحطوا عليه جبن ونحطوا عليه كعب عظم كاملة وثلاثة أصفر. باه معناتها كمالة الأبيض نتاع البيضة ولا حوشي لا 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 حط شيء ما يطلعوش ربي يخليك نخلطوهم ونصبوه فوق الخليط الأولاني وندخلوه 10 دقائق للفوق مرة أخرى باش يتلم باش يتلم. نخرجوه يبرد شوية نحضروا القوطة. القوطة معاها ثلاثة الأبيض نتاع العظم. أما هذوك اللي ما حطيناهمش. فوالا اللي حطيناه الأصفر اللي حطيناه في السبناخ. نخلطوهم مليح 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 ونصبوا الطبقة هذيك وندخلوها للفور 20 دقيقة حتى يكمل الطاجين كله ويتيب مع بعضه. باهي. نخليوه يبرد ونخرجوه يبرد بالكدا بالكدا تخليه دو بريفيرونس باش يتقص بالكدا معناها. باهي خرجوه وقصوه تريفات معناها كل واحد كيف ما يحب كيف ما يحب طرف كبير طرف صغير. باهي. بالنسبه للحم المفروم باش يجيك مرتوب هكاك هو والسبناخ ماذا بينا كيف يبرد شويه قبل ما نخلطوه قبل ما نعملوه نعملوه ضربه في الروبو الحم باش يبدا مستوي معناها مش مفترش كيف السبناخ تعمل له ضربه في الروبو يجيب الكدا صحيت. باهي. بالنسبه للعباد اللي عندها حساسيه على القوطه من القوطه تعمل تاخذ 250 غرام كريم فريش تعوضها بالقوطه 50 غرام جبن وثلاثه ابيض عظم تخلطوا مليح مليح وتصبوا فوق الخليط فوالا معناها خاطر برشا ناس تقول لك لا احنا ما ناكلوش القوطه عندنا حساسيه على القوطه وكل شيء معناها يتيب على ثلاثة مراحل 10 دقائق الأولانية الحم باش يتلم ويبس شوية 10 دقائق الثانية 20 دقيقة وعشرين في الأخر في الأخر وتزين كيف ما أنت زينت يا فستق بالفستق ويتزين بالفستق من فوق ولا تحط كعبة فستق ولا كيما تحب أنت معناها باهي 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 حاجة مزيانة وحاجة خفيفة و بون خفيفة ما نعرفش لازمني نذوق قبل عنده علاش طاجين باهي مالش فستق ولحم مفروم ودنيا ياكل طاجين هكاك مالك كيفاش مالا باش باي كان ما ياكلش طاجين على ثلاثة تيقات اليوم نحن بيت نحن بيت اليوم كيما بقلاوة البي كل شيء معناها تنجيوهم اي كل شيء البي 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 بالطبقات بارك الله تحب الطبقات تحب الطبقات حتى هو كم شيء سبحانك يا ربي وكا وما احسنش العبد راهو يبدا متوازن مع روحه فهمت صحيح يعطيك الصحة درصاف بارك الله فيك ان دو تروا كات جينا خمسة تروف احنا ثلاثة بقى كهو دونك ما غير ما نقول لك درصاف من بكري شادة يدها وجهها راهي تعمل مش شادة يدي انا شادة طبق مش شادة يدي شادة طبق باش ما يمشيش لا يمين لا يسار لا يقدم القدام لا يوخر بالتوالي طبق عندي على روحي بجانب الميكروفون حتى تجي ساعات تاع الاخبار ماهيش العاقل الحقيقه نتاع ربي سالمه ليل محلاه لا تتمسلك ولا تحب تاكل وتقول خليني ولا كما المناظر منارك ما بناضج اللي مقابليني حاجه من ورا العقل قبل عيني نسمع بايس ما فماش ما فما حتى شيء يلا نحن مازلنا مواصل معاكم حتى نص النهار. اليوم
اليوم. نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انت صحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا اخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبونال مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي. استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي، معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يومية من الاثنين للجمعة مع محمد الخماسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاري يونسوكم في المرويح من القرية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. 8 متاع الليل تسمعوا اللي صار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تصاروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706 في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM اليوم نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انت صحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبونال مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي. استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي، معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يومية من الاثنين للجمعة مع محمد الخماسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاري يونسوكم في المرويح من القرية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. 8 متاع الليل تسمعوا اللي صار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تصاروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706 في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM اليوم نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انت صحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبونال مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر.
برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي. استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي معهد طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يومية من الاثنين للجمعة مع محمد الخماسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاري يونسوكم في المرويح واجهة مع واجهة جندوبي على إيفام أحلى راديو. رجعنا لكم في المدام واجهة العشرة وستة واربعين دقيقة باش نشوفوا مع بعضنا نعاودوا نسمعوا مع بعضنا السونداج. السؤال بتاعه يقول صحيح بعد العرس تكتشف دي ديفو في البارتنير بتاعك اي والا لا؟ جاوبونا قولونا. وكان اكتشفتوا ديفوات هكا غريبة شوية بالله يكتبونا. كان تحبوا على عركة في دياركم الليلة صحيح. جاوبونا جاوبونا وقولونا. نلقاو الإجابات بتاعكم في ساعتنا الأخرانية بالطبيعة على الباج بتاعنا إي إف إم. توا باش نحكي وعلى الخنيفري وعلى البونيات في سيدوات التلافز والفضايح باش نلقاو عند جيجيت. مزالش ناكل سبان مزالش اما صوت المراه يوصل. واليوم انا وصلت واليوم وصلت صوت مايا خاطر قررنا باش نسميوها مايا وما تحرموش ام مايا باش تجيب مايا. كونوا مع مايا هاشتاك مايا بالحق كونوا مع مايا. نذكرها كيما اليوم ميديا ليله اللي باش نمشي للكلينيك من بيت باش غدوه صباح نعمل اوبيراسيون. والله نعرفهم ما انت نحس كمان عرفت نبوس في انجي نعنق فيها نعملها ونعمل في برشا تصاور برشا 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 تصاور نقول نعرفش خبي فيهم وكل. وكي جاني طبيبي قال لي الكلمتين هذوك هيجي ما نجمش تحرك انا بالباهي. اما قمت اول حاجه عملتها فرشت صليت ديريكت فرشت صليت. خرج حارق هو؟ وي. قعد ست سنين ما شفتوهش؟ اسمعني انا راني بكي ومن بعد تقول كي كل بلاتو تبكي. انا والله بكي كل شيء بكيني معناها شرتو كي تبدا في التلفزه هكا تولي معناها احساسك ياسر هاي. اي لبنى لي تري سانسير محلاها محبه ياسر هكا ثلاثة انواع نتاع بكيت في اللي تعداو الكل. اكثر واحده بكيتها نهار السبت سانسير هي لبنى زدي نهار السبت حدد. اي بتبيع خاطر نهار السبت سهرت بوكي نهار لحد العاب في الحوار وسامر الوافي عارك. لا هما السون سانسير خاطر كل واحده راهي جايه بموضوع فيه وجيعه. اما نحن زاد ما ليزانيماتور بتاعنا هكا يبربشوا شويه في الحكايه هذيك يعرفوا. انت زاد قداش ليه علاش مع امانك امانك تحكي محسوب محسوب. تحكي على بنيه يلزمها معناها تتولد في ظروف اجتماعيه الناس ما تسميهاش لقيطه ولا ما تعطيهاش اسم خايب حاجه كيف لذي ما تبكيكش. تسمع ام بالحق عندها مرض وماشيه الكلينيك وتصور في بنتها ومفجوعه لما ما ترجعش حاجه ما تبكيش. سنغمال تبكي خاطر ماكش ام انت ما عندكش قلب الام. تو ربي ينوب عليك جيب صغير صغير تولي بوطه وتفهم. فما بكيه وبكيه نتاع الدراما نتاع التلفزه معناتها فما ما نتصورش والله ما نتصورش الثلاثه ينجموا يكونوا ما يفلوا. سامحوني في الكلمه حسيتها لبنى على خي لبنى تعرف علاش قال هكايا على خاطر العبيد علقوا برشا على البكيه كل شيء باش في دموع واحد هكا واحد هكا لبنى لبنى ومسح دموعها اي مرمديه لبنى لبنى مرمديه ما اسمها خايفه على الفون دو تان خاطر الدمعه راكي طابت فون دو تان كي يبدا الكوش خشينه راهو يحفر راهو مش تفدليك تبدا حفره من توك تعمل هكايا عند الحق زاد ما تنجمش تخش في تصويره مشوهه سامحني بارك الله فيك تفضل. نتعداو الروبريك جديده في فكره سيمي فيري اللي هي ماما راتي مش بابا راتي المره هذه مع لبنى زديري. باجا معك علاقه خاصه
انت ونعيمه الجيني اميمه بن حفصيه خاصه اي معناها صديقه اي محبه اكيد تخيلك تعيش معاهم في الدار ما فجاه العلاقه هذه تدهورت تنجم تقول لنا علاش تدهورت نجم نقرب لك اكثر لو كنت تحب بيان سور يا لبنى لو كنت تحب عندي لحمه قرب لي قرب لي نقرب لك على الاخر هل تنكر لبنى سديري انك في يوم ما قمت في الليل وقت اللي هما راقدين حليت حاجه مش متاعك ومسيت حاجه مش متاعك ولا خلينا نقولوا انك سرقت حاجه مش متاعك مش سرقت هي حاجه متاعي وهزيتها حاجه متاعي وهزيتها ها باش نذكركم الاجابه هذه وقتاش تقالت في نفس البرنامج فكره سمير فهري مع الباباراتزي وقت اللي كانت الانفيتي نتاعو رانيا تومي ما تحب تحديدا في الطبق السادس فكرتها لكن المشي على ما يبدو محذرت لها فكرتها على خاطر كيف قمت الصباح قمت قبل الناس الكل وقبل ما يفيقوا الناس خرجت اما ما خرجتش يدك فارغه ناش تريبيونال قلنا شنو اللي هزيتو او بالاحرى شنو اللي سرقتو من دار صاحبتك الموضوع الاخراني وترك ما خاطر مش هكا كمل كمل لنا يا كوجا دونك كمل كمل كوجا ميساج تستنس بينا احنا رانا مخرطر شوي لهنا في البرنامج حاب نقول اجابه قالت راني انا حكايه متاعي انا وهزيت حاجه متاعي عزيزه عليا ورجعتها هزيتها دونك خاطر مش هكا خاطر انا بالعكس ما حبيتش نوجعها طفله على خاطر هي هزت لي حاجه عزيزه عليا على الاخر حشمت حتى مش نقول لها راك هزيتها لي كي لقيتها هزيتها معايا خاطرها متاعي شنو هي حكيت لها الزيفه فهم شيء انا نفس السؤال اللي تسال رانيا تومي قبل بجمعه وجاوبت بالاجابه هذيا بعد وقت اللي لبنى الزيلي هي الانفيتي نتاعهم الممرات تعاود تسال نفس السؤال ويجاوبوا نفس السؤال دونك هكا نفهم نفس الجواب فوالا دونك داخلين بعضنا شوي سؤال جواب لا معناها واحده سرقت والاخرى لقات سرقتها يا اخي هزتها يا اخي هزتها هذا حكايه رانيا تومي والثانيه دونك نفهموا اللي كل شيء مكتوب كلاش يمكن رانيا تومي دونك كل شيء محضر في الميسيون مكتوب شكون ماما راتي مصطفى حواس فوالا صوتو بالكاليبر في عرفتو صوتو شويه ركيكتو بالطبيعة معاه الطفل عام ونص نخدم معاه باز باش نعرفوا من وجهه من صوت انا عرفته من الخدود الحقيقه فوالا نكملوا مع برامج نهار السبت لطفي العبدلي اللي كان حاضر في ديما لاباس مع نوفل الورتيني يعني نوفل عنده حاجه تشبه شويه للباباراتزي اما يكون حاضر بليل ميساوي وهو اللي يسالك سؤالات محرجه يمكن نوعا ما بوك كان فرملي كان يربي في الكباش كانوا عيطولو الخال طلع ولده يشطح الشيء اللي خلى بوك يمنعك مش تطيح وصل حتى شك في ميولاتك الجنسية غالد نأكد لك اللي صحيح لا عاد كيفاش نأكد لك اللي هو منعك مش تطيح وقت ما تولدتش انت منعك مش تطيح بابا عمره منعني مش تطيح بابا ما كانش موافق بطريقة متحرج منها نوعا ما برا بركة بابا الله يرحمه جاني قال لي بربي ولدي تعمل في الدونس قلت له شقلك بابا قال لي العباد يقولوا ولده يعمل في الدونس راهو نعرف فيها في فتره ما زلت البلاد مسكره فهمتك فهمتك مش مشكل باش نحكيو على الحب في حياتك سي لطفي حب حياتك مش مرتك اللي معرس بها تو ايامات ابن الرشيق كنت على علاقه ببنيه وتسكن بالضبط في اخر شارع باريس قسما عظم الدوسي هذايا بتاع شات لي العرفاوي هذاك والله نحط يدي في النار يا الدوسي هذايا وراه شات لي العرفاوي البليد هذاك والله نجاوبك بكل تلقائيه ومرتي تسمع والناس الكل ما عندي حتى مشكل نوضح لك مون برومي امور حبيت ثلاث مرات في حياتي واش نعطيك اللي صاير غادي بالضبط تقول لي صحيح حبيت ثلاث مرات في حياتي حبيت هذه الاولى عمري 23 24 حب ثلاث مرات ما حبوه مليار مره يا ذولي لطفي العبدلي ثلاث مرات الاولى الحكايه الصحيحه هذيك الدوسي وثانيه فرنسا عاد هذيك شاهد على العصر انا في بالي بها الحكايه شاهد على العصر الاولى نيا تاع ابن رشيق وقت عمره 29 سنه السته نتاع العشيه شنو صار وقتها؟ نحكي لكم بعد في الكواليس فوالا دونك هذايا اللي
اللي يظهر لي باش نتعدوا به الحاجه يوسف يستنى وقتاش نحكيوا عليها اللي هي ضرب الخنيفري كيما قلت وجهها كبيره شويه على قناه تونسنا. والله حاسه اللي كل شيء قاعد يتعدى في تلفزه تونسيه يتعاود. الكف هذا في بلاتو في برنامج تونسنا عمني والكيف كيف شفنا سيناريو كيف وفي تيسا احمد لاندولسي ولبنى زديري ومن بعد طلعت تفاديك اما تفاديك بالكف والبنيه هيت نفران شو كل واحد ما تجيش راه فجر شنو ما تجيش دونك زوز لي دو كرونيكوز اللي في ليميسيون هذيا مشاو زعما زعما عاملين كاميرا كاشيو يفادلكم مع بعضهم صارت عركه بيناتهم واحده فيهم ضربت الاخرى بكف ومن بعد ظهرت فاديكا هما عداوها على فيصول المنشط والله اشك الحقيقه اللي هي مش محضره اما ولينا نخلقوا في السسبانس بالبونيه والضرب وهذا يتعدى في البوندانونس نتاع الحلقه ومن بعد تظهر اللي هي تفاديكا في بالي ما فادلكوش مع بعضنا بالطريقه هذيا في ديارنا في من بالك في التلفز اللي ديما نقعدوا نقولوا راهو تلفزه تدخل ديار العبيد الكل معناتها ماذا بينا ما نوريوش بخليف بخليف هو تو المواطن اللي يحل التلفزه نهار كامل هو يشوف في الهم في الشارع فهمت معناتها كعرك ومعروك ديجا في الشارع يجي ليه انديبوندامون هذيك كيف تحط له برنامج فيه مواضيع توجع اما ذي اسمها ما عندها حتى علاقه راهو هذه اسمها شو قله احترام اسمها مونك نتاع بخليف نتاع كرياتيفيتي معناها اذا كان انت هذه الكرياسيون نتاعك انك باش تعمل بوز كف وضرب وجبدان شعار ريتا كيفاه معناها اون ديغي اما نتعداو حاجه ياسر تنرفز نتاع الشارع وفي الشارع نعيب على حاجه نعيب على حاجه بركه انسان واحد نعيب عليه هو الطفله الثانيه صابرين هذيك خريجه معهد الصحافه معناتها نورمالمون هي تهز شويه من معناتها خاطر هي صحيح ما يقولوا ديما وين هما جماعه الاختصاص قاعدين ما يخدموش وتحطوا في ناس تدخل في الجو هذايا ليه وشفنيه توا بالحقيقه شنو باش نحكي انا مثلا على روحي خادم في ميسيونيت وين كنا نعملوا الحاجات هذوما فهمت مي نعرفش ما يزي نحيلهالك الحكايه هذه ساعه بس جي بلا نكملوا تذكروا ايقاعات عالميه واشرف الكالي بطبيعه الحال ناديه الشريف أشرف الكالي اللي اسمه عودة نادية الشريف كلهم فتيات اللي يعرفهم الكل يضرب عليهم بالبنية فتيات ليه كانوا زوز كانوا نادية صحيت خاطر موت معناتها عم أمي بنته فهمت صحيت هذاك عليه تدافع على أشرف الكالي سمعنا اللي باش يكون عنده برنامج وبرنامج ترفيهي ومن المفروض ألعاب على القناة الوطنية أشرف الكالي يخرج عن الصمت اللي عاشه مدة طويلة ويقول راهو اتصلت برئيس مدير عام التلفزة الوطنية هذي كله كتبوا في تدوينه وقدمت المشروع برنامج من طراز رفيع وراقي واعطيته التصور وكوندكتور مضروب بالسفود وبطبيعه مش اللي يجي يعملوا هذي حتى بين قوسين وقال هذي ناتج عن خبره السنين وانا بالاساس ولد التلفزه الوطنيه ويقول احكينا على موعد نتاع 2 اكتوبر وفما شكون شاهد وقعدت كل مره نكلمه نبعث له بطبيعه ماشي في باله ايبر والفيا يهز فيه ويجيب لاخر لحظه وخلى مساج طويل وعريض هوني للناس القائمين على التلفزه الوطنيه من غير ما نحكي لكم التفاصيل نتاعو الكل ولكن يقول انا بالاساس ولدة التلفزه الوطنيه والسلوكيات هذيا ما عندها وين توصل وقال زيدا برشا من الناس اللي قايمين على التلفزه تو وقت اللي انا كنت نقدم في برامج فيها كانوا يحلموا اللي هما يكونوا كرونيكوريت ولا يدخلوا حتى للتلفزه الوطنيه. خاطر بالحق اشرف الكعلي راهو قعد برشا 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 في الفريقو معناها ما خدمش برشا وبالحق من المنشطين قبل اللي كانوا عندهم معناها كلمتهم وليزيميسيون نتاعهم محلاها ومسموعه وما فماش هذايا اللي كنا نشوفوا فيه الخنيفري وريق هذايا فوالا مستوى اخر وين نقعد بيتا في الستاتيو نتاع اشرف الكعلي كيفاش يقول قاعد يبرول فيا ويهز فيا ويجيب خاطر نعرف باش يخدم برنامج كاين ومشروع دونك فما كل شيء وثق التواريخ دات ما نقولكش باهي تو نعملوا البرنامج وقعد امشي ويجا امشي ويجا ومن بعد ما فما حتى شيء نشوفوا غدوة اشرف الكعلي كان ممكن يحكي لنا زيد على الموضوع هذا بالتفاصيل وما التلفزه تبدلت وجه وجراو الحقيقه واحد باش يكون صريح معناتها انه العبيد اللي كنا نتفرجوا فيه قبل حكايه اشرف الكعلي وليميسيونيت اللي موجودين تو وش وجراو الحق نتاع ربي التوانسه طالبينهم معناتها التوانسه يتفرجوا التوانسه يحبوا الهم ليه انت وشنو تعطيه ان كونسوماتور في الاخر بالكل تعطيه حاجه باهيه يكتشف معاك تعطيه حاجه مش حلوه كيف يكتشف معاك وقت اللي ما يبدا كان هذاك هو اللي موجود شكرا كجل
كملوا وحكيوا تعاركوا لي البرة من استوديو على الحاجات هذية. جي طقس والدنيا وكل شيء. ما فهمتش بتحكينا على الطقس ولا بتحكي على سبونسور ولا بتحكي لي على شوتينك. الله أعلم. نخليكم مع الميتيو والأخبار وراجعين من 9:30 لنص نهار المدام وجيها.